الآن نبغى نشوف المشاكل اللي موجودة في هذا البرنامج. لو جيت أنا لنفس المثال السابق وكتبت عبد الله زائد 2 اجمع، شوف أعطانا مشكلة كذا في التطبيق تبعك، حيخرج من البرنامج. عشان كذا هنا في استثناء، وإحنا شرحنا الاستثناءات في البرمجة. فأنا أجي أكتب try وأكتب هنا الكود بالكامل على try، جميل، أو ممكن الجزئية هذه. عموما خلينا نخلي الكود بالكامل عشان تبسيط العملية. exception اي مثلا، طبعا ما نبي نحدد نوع الاستثناء بشكل دقيق. إذا حصل استثناء أنت تقدر تعالجه هنا، لكن إذا تركت الكود بالشكل هذا وما تركت معالجة، يعني ما عملت معالجة عفوا، ما حيخرج من البرنامج. خلينا نسوي كومبايل، لأنه كل ما يصير استثناء يدخل جوة البلوك يلقاه ما في شيء، فما حيخرج من البرنامج، لكن أهم شيء أنه المعالجة تكون موجودة. الآن خلينا نجي ونشوف، لأن على بال ما يشتغل. فأنت قلت له إذا حصل استثناء عالجه هنا، لكن إذا سيبت الكود زي كده لو نزل برنامجك على الجهاز الفعلي حتصير مشكلة، حيفصل وحيخرج من النظام. خليني أكتب أنا الآن عبد الله عيد، أكتب له هنا 2 نفس النظام السابق اجمع. لاحظ ما صار ولا شيء، هو وقع الخطأ بس ما خرج من البرنامج، حصل الاستثناء هنا. ولو تلاحظ ليش، كيف عرفنا أنه حصل استثناء؟ لأنه ما طلع الرسالة هنا. فكيف يجمع؟ حصلت المشكلة هنا، حصلت المشكلة أثناء الجمع. كيف يجمع عبد الله عيد مع 2؟ هذه هي الفكرة. لكن لو غيرنا، لاحظ لو غيرنا وحطينا 4 اجمع، لاحظ شغل بدون مشاكل. فانتبه لحكاية الاستثناء هذه. فاحنا حطينا الاستثناء، قلنا لما يصير استثناء عالجه هنا، وما كتبنا اي كود معالجة. فهذه لازم تنتبه للحركة على اساس لا يخرج. وهذا من العادات السيئة ان البرنامج يخرج. طبعا ما فيش برنامج ما فيه له اخطاء، بس على الاقل تكون نسبة خروجه ضعيفة، يعني دائما نسبة وقوع الاخطاء تكون ضعيفة. فهذه هي الفكرة الاساسية، فانتبه لها.